الله وبركاته، يعطيكم العافية. أول اليوم رح أبلش الدرس الثاني من وحدة الجمع باستعمال خط الأعداد. سنقوم بالتعرف على الجمع عن طريق خط الأعداد وكيفية استخدام خط الأعداد لجمع أعدادين مع بعض. عندنا خط الأعداد متساوي، حكينا بنكتب عليه الأعداد بطريقة مرتبة من الصفر إلى أي عدد بدنا إياه. الآن سنبدأ من العدد 4. سنقوم بجمع العدد 8+3. العدد 8+3، نبحث عن العدد 8، أين هو العدد 8؟ ونضع عليه إشارة. هذا العدد 8+3، نضع على العدد 8 إشارة ونقوم بقفز 3 قفزات. العدد الثاني هو القفزات، نقوم بالقفز 3 قفزات. نبدأ من العدد 8، يلا قفزة، قفزتين، 3 قفزات. إذا وصلنا إلى العدد 11. 8+3 قفزات يساوي 11. 8+3 يساوي 11، مفهوم؟ الآن 4+11، هذا خط الأعداد يوجد عليه الأعداد متسلسلة. حددنا العدد 11، كم قفزة سنقوم بالقفز؟ سنقفز 4 قفزات بداية من العدد 11. 1, 2, 3, 4. إذا إلى أين وصلنا؟ وصلنا إلى العدد 15. 11, 12, 13, 14, و15. 4+11 يساوي 15. بدأنا من العدد 11 وقفزنا 4 قفزات. مفهوم؟ 4 قفزات لنصل إلى العدد 15. بدأنا من العدد 11. الآن سنقوم بجمع هذه الأعداد على خط الأعداد. 7+9، سنقوم بتحديد العدد 7 وثم نقفز 9 قفزات. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, و16. إذا وصلنا إلى العدد 16. 7+9 يساوي 16. الآن 9+5 يساوي، سنقوم بتحديد العدد 9 وسنقفز 5 قفزات من العدد 9. يلا 1, 2, 3, 4, 5. إلى أين وصلنا؟ وصلنا إلى العدد 14. 9+5 قفزات يساوي 14. إلى هنا تمام، مفهوم؟ الآن استعمل خط الأعداد لأجمع 13+6 يساوي. سنضع إشارة على العدد 13 ونقوم بالقفز 6 قفزات. 1, 2, 3, 4, 5, 6. إلى أين وصلنا؟ وصلنا إلى العدد 19. بدأنا من العدد 13 ووصلنا إلى العدد 19. هذا هو خط الأعداد الذي يتم عليه الجمع.